فصل الصيف داخل والامتحانات هتخلص، وكله بيدور على التقديم، كله بيدور على التقديم للأطفال الجدد، وبالذات رياض الأطفال. وزارة التربية والتعليم في مصر أعلنت عن موقع تسجيل أولي، موقع تسجيل أولي ابتدائي جديد للعام الدراسي 2024، وتم فتح باب التسجيل إن شاء الله منذ أول الشهر، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري شهر 6. هنحط لكم الرابط كمان الرسمي للتسجيل يعني برضو على الشاشة. وكمان أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ أيام أنه هيتاح تقديم الصف الأول الابتدائي في التعليم الحكومي، ويقوم ولي الأمر بالتسجيل إلكترونيا للصف الأول الابتدائي. ودي حاجة جديدة علينا ومهمة، وماشية كمان مع فكرة التحول الرقمي والتكنولوجيا. معرفش حلقة النهاردة فيها حاجات كتير لها علاقة بالقصة دي يعني بالمصادفة. خلونا نستقبل أستاذ أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. جديد الموضوع ده، وعايز حضرتك برضو توعينا شوية وتقول لنا برضو للناس بعض المعلومات المهمة أو النصايح بشأن طريقة وأسلوب التقديم. هو بالفعل بس هو التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، هي الوزارة انتهجت منذ أكثر من عام عملية التقديم إلكترونيا. بيتم التقديم بيعتبر من أول يونيو وحتى نهاية يونيو. بس ده بس أول مرة يبقى في موقع متهيألي. لا هو لا، الموقع موجود بالفعل منذ أكثر من سنة وبالتقديم، وهم وضعوا شروط لعملية التقديم في الموقع الإلكتروني. طبعا بالنسبة لرياض الأطفال يكون الطالب 4 سنوات، أو يعني أول 10 يكون سنه 4 سنوات وما فوق، والصف الأول الابتدائي 6 سنوات، وده أهم حاجة. وبيتم تقديم البيانات الصف الأول ابتدائي 6 سنوات ورياض الأطفال 4 سنوات. بيخش على يدخل على الموقع الإلكتروني، يقوم بعملية التسجيل بيانات ولي الأمر رقم قومي وولي أمر الطالب، ولو ما فيش يعني ما عندوش صفحة بيتم تسجيل بياناته، وبيخش يختار المدرسة حسب محل السكن. طبعا في اوراق بتقدم بعد اول بعد الانتهاء من التسجيل الالكتروني، بيقدم اوراق اللي هو محل الاقامه، يكون عقد السكن اكثر من عام مقيم فيه، وايضا يكون العنوان مسجل هو نفس العنوان السكن اللي قريب من المدرسه، ويتم اعلان النتيجه خلال شهر منتصف شهر اغسطس. بتكون على مراحل حسب يتم اختيار حسب السن، يعني السن الاكبر حتى وصول الى 4 سنوات. هناك عده مراحل للاعلان عنها، بتتم على مدار من اول نص اغسطس، بتستمر للعام المقبل لغايه شهر يناير او شهر فبراير. دي كلها مدارس حكومه بس صح؟ الحكومه والرسميه للغات، اللي هي رسميه للغات ومدارس الحكومه، هي خاص بالمدارس الحكومه ورسميه للغات، اللي هي تجريبي كما يقول عليها من منذ سنوات يعني الرسميه للغات الان. طبعا هناك مدارس اخرى زي مدارس الاي بي اس ومدارس النيل ومدارس اليابانيه. كل هذه المدارس ليها مواقع الكترونيه خاصه بيها، فتحوا الالتحاق فيها من شهر 4 الماضي، وتم التقديم ويجرى الان الاختبارات للطلبه والمقابلات معاهم للتحديد، لانه طبعا حضرتك عارف المدارس ديت مدارس تقدم خدمة تعليمية مميزة، ودي أول كانت يعني منذ أكثر من سنتين ثلاثة، ومن أحسن تعتبر من المدارس الجيدة المميزة في مصر، لذلك يتم التقديم عليها مبكرا لاختيار أفضل العناصر أفضل الطلاب. طب هي المدارس يعني كل مدارس الجمهوريه موجوده على الموقع ده صح؟ كل واحد بيشوف بقى بالموقع الجغرافي باللي هو عايزه ولا ايه؟ ادخال الرقم القومي، الرقم القومي بيتحدد فيه المنطقه والمحافظه. بيجي لك انت ينفع تخش يعني مش يعني انت لو في محافظه الجيزه في اداره العمرانيه بيتضح عندك المدارس اللي تتبع اداره العمرانيه، بيتم اختيار 3 مدارس. في المميز بالنسبه للمدارس الرسميه اللغات، في الرسميه العاديه والرسميه المميزه. بيتم اختيار 3 مدارس، وعلى اساس المدارس بيجي له اختيار من الـ3. زي ما قلت لحضرتك السن عامل اساسي في الاختيار، بياخد السن الاكبر. لكن
اللي بالنسبه لمريض الاطفال من 4 سنوات وحد 5 سنوات و11 شهر و29 يوم، يعني ممكن من 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم يلتحق برياض الاطفال، بعد 6 سنوات يبدا التحاق بالمرحله الابتدائيه الصف الاول الابتدائي. جميل جدا، انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا استاذ ايمن صقر مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا. طيب هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، خليكم معانا.